عن تداعيات أزمة الغذاء العالمية وأثرها على العراق ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية علي الصاحب. أستاذ علي مرحبا بكم. لنبدأ، ما قالته منظمة الأغذية والزراعة تقول إن العراق من بين الدول التي تحتاج لمساعدات غذائية خارجية، ما الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد أستاذ علي؟ نعم، تحية مسائية لك وللجمهور الكريم. حقيقة أوصل الأمور العابثين بالمال العام والسراق دون حسيب أو رقيب. فبلد مثل العراق يملك أراضي خصبة صالحة للزراعة ويملك نهرين من الشمال إلى الجنوب، يفترض أن لا يدرج اسمه ضمن قائمة الدول المحتاجة أو الدول التي ستشملها المساعدات الخارجية، باعتبار أن العراق كان منذ الأزل بلدا زراعي ولديه اكتفاء ذاتي محلي، بل كان حتى يصدر جزء من محصولات الزراعية، وكانت الدول تتسابق لاستيراد من العراق، بلد زراعي عرف منذ الأزل ذو نهرين عظيمين. ولكن فترة السراق هم الذين أوصلوا الحال أن يكون العراق بلدا محتاج إلى الدعم الخارجي. نعم. أستاذ علي، خطر قرب نفاد المخزون الاستراتيجي، أيضا غياب الموازنة يهدد أمن العراق الغذائي، ولكن هل هناك خطط حكومية لمواجهة هذا الخطر، أم أن شركاء العملية السياسية يعني نراهم منشغلين في موضوع توزيع المناصب؟ يعني سيد الكريم، كانت مخازن وزارة التجارة حتى في زمن الفترة اللي مرينا بها، زمن الحصار الجائر، نعم، كانت عامرة بالمواد الغذائية والمحاصيل الزراعية، وكانت تكفي لمدة سنة أو سنتين حسب مدة النفاذ كما تسمى الأكسباير. نعم. وكانت الأسواق مليئة بجميع المواد الغذائية، رغم أننا محاصرون من بلدان كثيرة والكل يعرف ذلك. ولكن اليوم ومن ضمن هذا الانفتاح، والعراق بلد أصبح غني بمبيعات نفطه. نعم. يفترض أن تكون المخازن ملأة بالمواد الغذائية، لأنه الاستيراد مفتوح على مصراعي، وزارة التجارة لديها أموال كثيرة. نعم. الاستيراد مفتوح، ولكن هي المحاربة وصلت حتى للأسواق المحلية. احنا اليوم نشوف حتى البضائع الداخلة للعراق يدخلها فلان من الحزب وتدخلها فلان كتلة، وبالتالي أثرت على وضع السوق. ووزارة التجارة تقول بأن لا المخزون لديها لا يكفي أكثر من شهرين. طيب، أين ذهبت الأموال؟ ولماذا لم تستورد هذه المواد التي من المفترض أن تكون لقوت الشعب؟ ولماذا يحارب المواطن العراقي بقوته؟ هل أن وزارة التجارة ليس لها رجالات كافية تستطيع أن تستورد؟ هنا السؤال يكمن. هل لم تخصص أموال؟ لكن كل شيء موجود، ولكن كما قلت هناك سياسة ممنهجة ضد المواطن العراقي من أجل تجويعه. من الغريب أستاذ علي أن منظمة فاو تقول إن الحكومة في العراق خفضت المساحة المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، ما أثر على الإنتاج. هذا القرار كيف يمكن تفسيره في ظل الأزمة التي يعيشها العالم؟ يعني احنا نعرف بعد حالة التغيير بعد 2003 تم تحويل الكثير من الأراضي الزراعية الخصبة إلى مشاريع لتلك الكتلة أو لتلك المؤسسة أو لذلك الحزب، وبالتالي احنا فقدنا آلاف بل مئات الآلاف من الكيلومترات الزراعية التي كما قلت كانت ترفض البلد بالإنتاج المحلي. كان العراق من البلدان المصدرة لكثير من المواد الغذائية، يمكن على رأسها التمور وكذلك الحنطة والشعير والشلب. نعم. أصبحنا اليوم نستورد. كان بالإمكان دعم هذه الطاقات الفلاحية التي هي كان دعم بسيط للفلاح، كان باستطاعته أن لا نمر بأزمة غذاء باعتبار أن أرضنا لا هي صحراوية ولا هي صخرية وسماءنا ممطرة. كل مقومات الزراعة متوفرة في العراق، لكن كما قلت اليوم بدأ الاستحواذ على هذه الأراضي الزراعية، تم قطع الأنهر، ليست هناك سياسة لإرواء هذه المساحة الزراعية. طبعا وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية أيضا معنية بالأمر، تم الاستحواذ على أراضي لإنشاء مشاريع هي غير منتجة وغير مهمة للمواطن العراقي. فبالتالي أصبحت الكثير من الأراضي بدل ما تكون زراعية أصبحت أما مملوكة لشخصيات سياسية أو أنشئت عليها مشاريع هي لا تنفع المواطن في شيء. ولكن أستاذ علي، ولكن الحكومة، حكومة الكاظمي، بشرت الشعب العراقي يعني حيث قالت أو أكدت بأن قانون الأمن الغذائي سيحل كل أزمات العراق. لماذا لم يرى الشعب العراقي ما بشرت به حكومة الكاظمي؟ من المسؤول عن ذلك؟ نعم والله يا سيدي، إذا تكلمنا بالحقيقة وابتعدنا عن المجاملات، نعم،
ومثل ما قلت تخفية الأمور، فإن القانون الطارئ للأمن الغذائي هو سرقة واضحة في وضح النهار، سرقة علنية في وضح النهار، باعتبار أن المبلغ المرصود لهذا القانون والذي بلغ بحدود 25 تريليون دينار عراقي، هذه أموال كان يفترض أن تصرف لمستحقاتها. بالمناسبة وهم خصصوا مبلغ 9 تريليون لوزارة التجارة من أجل دعم البطاقة التموينية، وحتى يعرف المواطن العراقي وزارة التجارة على مدى سنة كاملة لن تستطيع أن تستنفذ أكثر من 4 تريليون بما فيها حتى رواتب وزارة التجارة وموظفين وزارة التجارة، وخصص لها فقط لستة أشهر قادمة. تعرف حضرتك القانون شرع في شهر السادس، يعني لستة أشهر يشرع 9 تريليون، أين تذهب الأموال؟ واليوم البطاقة التموينية تعيش في أسوأ حالاتها، 4 مواد فقط تأتي ولن تأتي دفعة واحدة، إذن الأموال قسمت فيما بينهم. هاي من نقطة، نقطة أخرى أحب ألفت انتباه حضرتك إلها. أنت تلاحظ المناكفات السياسية الدائرة في البلاد بين الكتل متناحرين إلى أبعد الحدود، ولكنهم تجمعوا ومرروا قانون الأمن الغذائي وكأنهم غير مختلفين، رغم أن المحكمة الاتحادية رفضته في حينه باعتبار أن الحكومة حكومة تصريف الأعمال وليس باستطاعتها أو ليس من صلاحيتها تمرير قوانين فيه جلبة مالية، ولكن كما قلت لأن الأموال ضخمة ولأن السرقات ستكون هذه المرة كثيرة كما يقولون في الموروث الشعبي، تحزم وخذ لك سهم، فقسمت الأموال وضاعت علينا، والمواطن ينتظر من حكومته الآيلة على ذكر المواطن. أستاذ علي، تعتقد أن أزمة الغذاء في العراق يمكن أن تحرك الشارع العراقي، حيث يعني هناك من يصف الثورة القادمة بثورة جياع، تعتقد ذلك أستاذ علي؟ يعني أنا لا أخفيك ولا يخفى على أي فرد من العراقيين بأن الشارع محتقن يعني لأنه نفذ صبره. اليوم إحنا مررنا ب 19 سنة عجاف، كنا ننتظر القادم، كل مرحلة أو مرحلة انتخابية أو مرحلة تشكيل حكومة نقول بأن القادم خير، وكل من يأتي يعطينا بوعود براقة وعهود بأن القادم سيكون أفضل. المواطن العراقي نفذ صبره وانتهى أمله بهذه الحكومة، فثورة الجياع وغيرها وغير التسميات هي كلها قادمة لا محال، لأنه لم يبقى شيء يستطيع المواطن أن يراهن عليه. اليوم حرب بغذائه، حرب براتبه، حرب بصحته، حرب بتعليمه، اليوم أكو خلل بالسلوكيات على كل المراحل. ودعني أختم لك بقول الشاعر: ليس الموت موت المرء قتلا ولا قبر من الملك الرحيم، ولكن الممات يكون يوما إذا احتاج الكريم إلى لئيم. الشعب العراقي شعب كريم، تعلم الأباء وتعلم العنفوان، ولكن للأسف الشديد سلطت عليه لؤماء السياسة الذي أوصل المواطن العراقي، أوصل الوطن والمواطن إلى هذا المستوى من الانحدار ومن خطوط الفقر. واليوم العراقي يشهد وجود أكثر من 11 مليون فقير على أراضيه. عبر سكايب من بغداد، رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية علي صاحب، شكرا جزيلا لكم.